عدد الازالات على مستوى الوطني 6 ازالات على القاب بطلة المغرب 2017 بطلة كأس العرش 2017 ووصيفة بطلة المغرب لهذا الموسم. الملاكمة فلقطة أسماء ملاكمة الركن الأحمر ستنزل غريمتها ملاكمة الركن الأزرق شيماء الحياني. إذا شيماء الحياني سن 23 سنة وسن مفاق 81 65 تاريخ اتحادها برياضة الملاكمة سنة 2017 الجمعية الرياضية الفتح الرياضي الرباطي على عصبة الساحل الشمال. عدد الإزالات على مستوى الوطني 4 إزالات ألقاب بوصيت بطولة المغرب لهذا الموسم. Thank you.
عجبتني. جمعية الموحدين المراكشي عصبة أراضي.